عليكم، أنا محمد من قناة إي بوي، ونعود إليكم مجددا مع ملخص أخبار الأسبوع يوم الخميس بتاريخ 28/3/2019. وأحد الأخبار المثيرة للاهتمام هذا الأسبوع هو إعلان أبل عن خدمة أبل أركيد. خدمة أبل أركيد هي اشتراك شهري يحتوي على أكثر من 100 لعبة قابلة للتحميل، وتقدر تلعبها على أي جهاز تابع لأبل، سواء تكلمنا عن آيباد، آيفون، ماك أو حتى الأبل تي في. الخدمة في الوقت الحالي تضم ألعاب بسيطة، بس ودي أشوف إلى أي درجة ممكن تدفع أبل هذه الخدمة، بالذات إن في عدد من المطورين اللي تحمسوا أيضا مع الخدمة. وأعتقد هذا هو أهم خبر عندنا لهذا الأسبوع، فخلنا ننتقل للأخبار السريعة. ملاحظين إن أغلب المطورين متحمسين للشغل على لعبة باتل رويال، وهذه المرة مطور فاينل فانتسي أونلاين أيضا يبغى يشتغل على لعبة باتل رويال. لعبة شانتي ستحصل على الجزء الخامس بدون ذكر أي تفاصيل إضافية عن اللعبة. فريق فاينل فانتسي 15 يعمل حاليا على أول مشروع له بعد افتتاح استوديو خاص فيهم باسم لومينوس برودكشن، وهذا الشيء تم بعد انتشال فاينل فانتسي 15 من دوامة التأجيلات، بس ودي أشوف كيف بيقدون بدون تباتا، متحمس أشوف العدم. فريق CD Projekt Red بشكل غير متوقع قال بأنه شغال على لعبتين AAA بينزلون في 2021. نحن نعرف أنه واحدة من هذه الألعاب هي سايبر بانك، بس شو هي اللعبة الثانية؟ ما ننسى أنه قبل فترة شوق استوديو CD Projekt Red لمعرض E3 وقال بأنه بيكون الأهم في تاريخهم. لعبة كنترول قادمة في 27 أغسطس القادم، واللعبة بتحتوي على ترجمة باللغة العربية. الإعلان عن الجزء الثاني من لعبة Vampire The Massacred يمكن أول مرة تسمع فيها، بس تراها لعبة قديمة جدا موجودة من 2004، فيه هذا بيكون التكملة. فالف وأخيرا تعلن عن شكل ستيم الجديد بعد سنوات من الالتزام بالشكل الأصلي، والتصميم الجديد شكل جميل جدا يا جماعة. التصميم هذا قادم هذه السنة إلى جانب الكثير من الخصائص الثانية. الإعلان بشكل رسمي عن Persona 5 The Royal، وعلى حسب التقارير بتكون فيها بطلة مختلفة، فغالبا القصة يمكن تكون أرك مختلف بس في نفس عالم أو في نفس أحداث بيرسونا 5. ننتظر ونشوف لعدهم. سوني تسجل براءة اختراع أخرى لخاصية التوافق أو الباكورد كومباتيبلتي، أعتقد وضحت خلاص جهاز بلايستيشن 5 بيدعم الأجيال القديمة. حماس. وأخيرا الكشف وبشكل رسمي عن وقت مؤتمر يوبيسوفت في معرض E3 لهذا السنة، واللي بيكون يوم الأثنين 10/6/2019 الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية. سيكرو تحقق نجاحات ضخمة جدا حول العالم وعلى كل المنصات، وهالشي يشمل أيضا منصة البي سي، واللعبة تعتبر في الوقت الحالي أضخم لعبة إطلاق هذه السنة على متجر ستيم. للأسف لكن هيلو 5 ما بتكون موجودة في الكولكشن اللي بينزل على البي سي. لعبة جراند توريزمو سبورت ستحصل على المزيد من التحديثات المجانية لمزيد من المحتوى هذه السنة. مترو إكسيدس تحصل على التحديث يضيف مستوى صعوبة جديد ويصلح بعض المشاكل التقنية في اللعبة. وهذا كان عندنا في ملخص أخبار هذا الأسبوع. يعطيكم العافية، نراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.